أدعو لمن تكره بأحب الأشياء إلى قلبك. أدب نفسك، ادع له ادع له، وشوف كيف الله يخرجه من قلبك وتعيش سعيد جدا. أنتم بتطلعون مؤثرين يا جماعة. ترى العداوات تثقل قدم الطموح. إنسان الطموح ترى عداوة وهوشة ومدري إيش. يا أخي عش حياتك وانطلق بأجنحة التأثير، لا يقصقصها عندك هوشات ومشاكل لا 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 لا. اللي في خاطرك طلعه، كن جريئا، كن شجاعا، وأرسل رسالة يا أخي واستسمح منه. اختصم مرة، اختصم مرة محمد ابنه الحنفية مع الحسن ابن علي رضي الله عنه. محمد ابن الحنفية أخو الحسن، بس أخوه من إيش؟ من أبوه. الحسن أمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن أبي الحنفية أمه فاطمة بنت الحنفية، وأبوه علي، وهذا أبو علي. فاختصما، من أكبر؟ الحسن أكبر من محمد بن الحنفية. فلما اختصما تفرقا، فكتبا محمد إلى الحسن قال: إذا أتاك كتابي فأتني فسلم علي. فوصل الكتاب إلى الحسن وقرأ الكتاب، وعجبي وعجبي، أصغر مني وغلطان علي، وأنا أعظم مكانة منه، وشون أنا أروح له؟ ولكنه تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فأغلق الخطاب والكتاب وذهب إليه وسلم عليه. ثم قال له: ما صنعك على ما فعلت؟ ليش كتبت لي كتاب ولازم أجي؟ قال: لأن جدك يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أكبر. فأن لابن الحنفية أن يكون خيرا من فاطمة، من ابن فاطمة الزهراء. لما تنطلق من هذا التفكير تبدأ تفكر أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ترى ما أنت بضعيف إذا أرسلت رسالة تعتذر، أو رسالة تدعو له، أو رسالة تشكره، أو رسالة تقول أنا مشتاق لك، أو رسالة الله لا يخليني منك. ترى ما أنت بضعيف، أنت عند الله أعظم. الأعلى، بغض النظر عن نظرة الناس لك يا ضعيف وليش ومدري إيش. لا 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 لا، هذه أمور إذا شفت الجنائز مصطفة ستعرف أن هذه الأمور لا قيمة لها.